السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سامي السويدي. جمع مبارك وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. البودكاست توقعاتي للجولة الأولى من بطولة دوري أدنك محترفين. مثل ما شايفين جدول الترتيب فاضي، لأنه راح أقسم لأربع أقسام أو أربع تصنيفات. كاتيجوري A الفرق المرشحة العين، الوحدة والشارجة. كاتيجوري B الفرق المنافسة شباب الأهلي، الجزيرة والوصل. كاتيجوري C عمان، بنياس، الظفرة، اتحاد شلبي، النصر، خرفكان. كاتيجوري دي او التصنيف الرابع الدبه والبطايح. وعلمين الجدول صعوبة التوقع باللون البرتغالي، توقع صعب، عنابي صعب جدا، بالاخضر توقع سهل. فخلونا الحين نتوقع بشكل سريع. فوز اتحاد شلبي على البطايح، فوز العين حامل اللقب على عمان، تعادل بنياس خرفكان، فوز الوصل على الوحدة، فوز الجزيرة، تعادل الظفر النصر، فوز شباب الاهلي. ان شاء الله في فلوج باكر بنزل مباراه عمان والعين، وعقب ان شاء الله في بودكاست بعد نهايه الجوله الاولى. هذه الجوله اتوقع فيها خساره نقاط للفرق المنافسه، فان شاء الله العين يبدا بثلاث نقاط ونبتعد من الفرق المنافسه. الفرق المنافسه ترى مبارياته اصعب من مباراه العين. العين ان شاء الله يشد حيله ويتوفق. مباراه عمان اكيد مباراه عمان مو بسهله. عمان فريق صعب، قدم مستوى طيب الموسم السابق وموسم الثنائية، فبنشوف كيف راح تكون المباراة. والعيناوي يتريون التشكيلة، هل بيلعب أندرير ميلينكو، هل بيكون أساسي أو كايو، هل بيشارك المهدي مبارك كأساسي أو أحمد برمان. هذا كل شيء راح نعرف من خلال المباراة. وبالتوفيق للعين وفانا الفوز، وإن شاء الله نتصدر من بداية الدوري. نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. في أمان الله.